يعيش ذو قدرات خاصة. أنا عايز أضمن إن هو يخرج من هنا حد ياخده يتقل فيه. إحنا مش هنعيشهم العمر، ما برضه هيجي علينا وقت هنموت، هم اللي يبقوا موجودين. نظرات الناس وحشة جدا، مؤلمة. ليه؟ ماشي زيك زيه، هو طبيعي، هو مش ناقصه حاجة. إيه هو المنظر بس بتاعه، هو مؤلم قوي نظراتكم. مؤلم نظرات الناس ليه؟ مؤلم لما واحد يبص له ولا واحد يتكلم، لا ده ما بيفهمش ايه. عشان ولادنا دول نقدر نعمل لهم حاجه كويسه. اذا كنا بنتكلم على 2 مليون ولا 3 مليون، يا ترى دول مالهمش خاطر عند كل المصريين ان هم يشتغلوا ويحافظوا على بلدهم عشان يقدروا يوفروا لهم حاجه مناسبه تعوض عليهم شويه. وانا هفكر كل اللي بيسمعوني دلوقتي بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للضعاف، ضعاف الامه، بهم ترزقون وبهم تنصرون، بهم ترزقون وبهم تنصرون. فكرنا في بين السطور ان احنا نتعرف كويس على مساحات كبيرة من الوطن ومن ناس الوطن اللي احنا مهتمين بيهم طول الوقت. وفي الحقيقة في قطاع مهم هيبقى عنوان بارز في 2018، وقررنا ان احنا نيجي مدرسة الويلي للتربية الفكرية، وكمان نتعرف على المجمع الحرفي لذوي الاحتياجات الخاصة. والحقيقة ان الموضوع ده قد ما كان مهم، كان مطلوب جدا ان احنا نبص على الناس دي ونعرف هم هنا علشان يتدربوا على عدد من الحرف اللي تأهلهم للحياة في المجتمع، ولا المسألة ممكن تاخدهم للي هو أبعد من ده. يعني ببساطة كده 2018 هيقدر يشوف الناس دي بزاوية جديدة، بعين مختلفة عن اللي عشناه في مدارسنا الفكرية قبل كده. يا ترى مصر هتقدر في 2018 تعمل تصنيف للوجوه اللي شفتوها، اللي كل وش فيها ممكن يشيل معنى ويقدم نفسه بطريقة مختلفة. مصر لكل ولادها. وأنا عشمي في 2018 إن المسألة هتاخد أكتر بكتير من اللي احنا بنتوقعه. موجودين النهاردة في مكانين، في حوش واحد، مدرسة الويلي ومجمع الحرفيين. إيه الفرق بين المكانين دول مبدئيا؟ هو بالنسبة لنا الفرق بين الويلي للتربية الفكرية، دي مدرسة بتاخد يمكن المراحل العمرية قياس اللي احنا بنقول بدايات المرحلة الإعدادية، وده زي الإعدادي اللي يشبه المهني، وبيتكمل دراسته في المجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة، بياخد شهادة زي شهادة التلمذة الصناعية اللي بيتوفر له بعض العمل، يعني بعض الحرف اللي يقدر يمارسها في سوق العمل اللي تتناسب مع حالته أو مستوى الإعاقة اللي عنده. لكن بيشتركوا الاثنين ان بتبقى معظم الحالات او كل الحالات اللي هي بتبقى اعاقات ذهنيه مش اعاقات سمعيه او بصريه. طيب على ذكر الاعاقات، انا عايزه حضرتك تحط معايا شويه الخريطه بتاعه الاعاقه في مصر. بتصور ان في المصريين كتير منهم مركزين شويه على فكره الاعاقه السمعيه، الاعاقه البصريه، حتى الاعاقه الحركيه. انا عايزه ان اتعرف شويه على الخريطه دي. يمكن زي ما تفضلت حضرتك، يمكن في ناس كتير جدا بالنسبة لهم الإعاقة الملموسة والمحسوسة بالنسبة لهم الإعاقة البصرية أو الإعاقة السمعية، لكن إحنا عندنا في شريحة مهمة جدا اللي هي الإعاقة الذهنية، ودي لازم نلقي عليها الضوء زي ما احنا موجودين في مدرستنا كده النهاردة. دول طلبة بيبقى عندنا حوالي شريحة حوالي 5% من مصر عندنا إعاقات، فده يعني بيدينا إيه؟ مؤشر ان احنا لازم نهتم بالاعاقات الذهنيه. مش كلهم حتى متلازمه داون، ولكن في اعاقات اخرى من الولاد اللي هنا ما بيقدرش يتعامل لوحده، فلازم بيبقى ليه طريقه في التعامل، طريقه في تعليم حرف بسيطه جدا يقدر من خلالها ان هو يقدر يعني يبقى ليه مصدر رزق، لان بتبقى برضو لمعظم الاسر غير قادر على مواصله يعني رعايه ولادهم مدى الحياه. فده بنقول ان احنا هنا يعني يا ريت
كل الجهات تبقى بتدعم اكتر وعندهم رؤيه اكتر للمعاقات الذهنيه مش فقط الاعاقات السمعيه البصريه، لان احنا حتى بالاعاقات الذهنيه زي ما هتشوفوا معانا النهارده في طلبه لما لقت رعايه جامده جدا تفوقت وتميزت في مجالات انشطه فنيه وانشطه رياضيه وحصلت على بطولات ومسابقات. فده مهم جدا 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 جزئية الإعاقة الذهنية يبقى ليها دور اللي احنا بنسميهم طلبة التربية الفكرية. في الإعاقات الذهنية غالبا بيبقى فيه تفوق رياضي يعني بحسب طبعا اللي احنا بنعرفه، بس ده بيبقى محتاج حد يتبناه، ما بيقدرش يكمل بعد كده لأنه بمجرد ما بيخرج من المدرسة لازم جهة ما تتبناه، يعني شخصية ما تتبناه، صح ولا أنا فاهمة غلط؟ لا تمام كده، عشان كده بنحاول نتواصل مع جهاز الشباب والرياضة إن احنا يبقى في رعاية للأبطال دول بعد ما بيطلعوا من مراحل التعليم بالنسبة لنا، وياريت بنحاول نطبق فكرة الراعي الرسمي لبعض الولاد اللي هم متميزين ومتفوقين وفعلا جابوا بطولات. فبنقول احنا عندنا طالب هنا كرمه معالي الرئيس، مطالب متميز جدا ومتعدد المواهب، عندنا طلبه طالعه بطولات في السباحه متميزه، ولكن هم محتاجين استكمال المسيره بعد ما يطلعوا من عندنا من المجمع الحرفي، محتاجين فعلا فكره الراعي الرسمي للطلبه متحدي الاعاقه. طيب انا برضو محتاجه اعرف من حضرتك، احنا هنا في مصر عندنا تصنيف للانواع الاعاقات الفكريه الاعاقات العقليه، ولا لسه المساله يعني ما حصلش عليها تطوير من سنه كام مثلا؟ لا هو في تصنيف، بس التصنيف يمكن مش ما يعرفوش رجل الشارع او ما يعرفوش معظم الناس، هتلاقي المتخصصين قوي في المجال دوت اللي عارفين ان في تصنيفات، ولكن زي ما بنقول معظم الناس بتركز تاني على الاعاقات المحسوسه قوي في الشارع، الاعاقه السمعيه، الاعاقه البصريه، لدرجه ان احنا بنقول في بعض الناس بتخاف تتعامل مع اولادنا اللي هم الاعاقه الفكريه، وبيرفض ان هو يشغله في المصانع، وبيرفض ان هو يتواجد في نوادي، بيبقى خايف من رد الفعل بتاعه، ولكن هم طلبه فعلا بيقول طلبه اسوياء جدا في التعامل، يوم ما بيحسوا بالرعايه والاهتمام بيبقى عندهم طاقات ايجابيه جدا ونقدر نوظفهم في المجتمع بتاعنا. لكن زي ما بنيجي نقرر تاني ان طالب الاعاقه الفكريه محتاج مزيد من الرعايه، مزيد من الاهتمام، لانه فعلا جزء من كيان مصر. ولازم نقول ان احنا شريحتنا تقريبا من 5 الى 7.8% مختلف الاعاقات، فيهم نسبه كبيره من الاعاقه الفكريه، دول محتاجين فعلا رعايه بعد ما بيتخرجوا من التربيه والتعليم. مجدي انا لاحظت ان المجمع في جنبيه كمان مدرسه الويلي للتربيه الفكريه، المدرستين بيقبلوا من عمر كام؟ لا عندنا ديت غير ديت، الويلي بيقبل من فئه عمريه لغايه تمهيد من بعد 12 سنه لغايه 14 سنه. والمجمع؟ انا المجمع من 14 سنه لغايه سن 24 سنه، عشان انا بأهله لسوق العمل. يعني ايه بيأهل لسوق العمل؟ ايه نوعيه الاعاقات الفكريه اللي قابله انها تدخل سوق العمل؟ هو كل الاعاقات الفكريه يعني عندها الفرصه دي؟ مش كل الاعاقات طبعا، يعني انا بقبل ايه؟ بقبل خريج مدارس التربيه الفكريه والدمج واللي هو راسب اعداديه. ببدا اول لما بيجي عندي هنا لازم يكون طالب معاه مصدقه او دمج او راسب اعداديه، بيدخل عندي يعني هنا الاقسام مصدق المصدقه اللي هو خريج مدارس التربيه الفكريه، قاعد في مدرسه التربيه الفكريه مثلا زي الفردوس 6 سنين تهيئه، وبعد اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته تربيه فكريه، ثم اتنقل في مدرسه الويلي اعداد مهني، اولى مهني، ثانيه مهني، ثالثه مهني، بياخد هناك اكاديمي وبعض جزء من المهني، بيعرفوا الاقسام المهنيه بس على مبسط. لما بيجي عندي وبياخد من عندهم مصدقه. لما بيجي عندي هنا انا عندي هنا اقسام، عندي نجاره، عندي طباعه، عندي ملابس، عندي تريكو، عندي نسيج، عندي بستنه، وان شاء الله في فندقه. اسمه فندقه. طيب الاقسام دي كلها بتاخد اي درجه من درجات الاعاقه الفكريه؟
انا اول لما بيجي الولد بقسمهم، يعني ايه؟ بيلف الولد على الاقسام كلها، بيقعد في كل قسم من 15 يوم لغايه 30 يوم، بشوف الولد هل يا ترى يقبل او لا يقبل في القسم. بمين؟ بلجنه من اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي ومن عضو فني، ان الولد ده ينفع في القسم او ما ينفعش في القسم، عشان في اعاقه حركيه، في ما يقدرش يستعمل في قسم النجاره، في مثلا نروح نوديه في قسم التريكو او نسيج. مساء الخير. ازي حضرتك؟ استاذ ايمن، ربنا يعني يديك العافيه. انا شايفه في شغل حلو قوي على السبوره، انتوا بتعملوا ايه؟ طيب خليني انضم لكم كده شويه. اتفضل. ده مع مجمع حرف متحدي الاعاقه، وده قسم نجاره الاساس. فالطلبه بحاول اعرفهم مبادئ بسيطه او حاجات خفيفه او زي ما بنقول نبذه عن النجاره. عن النجاره، ماشي. فببتدي معاهم ان انا اعرفهم يعني ايه نجاره اساس، بشرح لهم يعني ايه قسم، بشرح لهم في منهج محطوط بنبدا نمشي عليه. ماشي. فالنهارده الدرس عن الاخشاب. فالاخشاب من اهم الاساسيات او الماده الاساسيه لنجاره الاساس، او الماده الطبيعيه الوحيده اللي بنشتغل بيها. ماشي. فعمل لهم نموذج صغير، جايب لهم شجره صغيره. اه. على اساس يبقوا عندهم برضو تصور. هو دي جت ازاي؟ يعني حتة الخشب اللي بيشتغل بيها او اللي احنا بنشتريها من بره، يبقى عنده ادراك بس ان هي جت ازاي، جت منين. عامل لهم حاجات كده، زائد عندهم بقى بنشرح العدد بتاعتهم. طب انا عايزاك تشرح لهم، لان انا ملاحظه انه في حاجات عدد خشبيه. يعني حضرتك ماسك الشاكوش المعدن وانا ماسكه الشاكوش الخشب. عايزه بس اللي بيشوفونا النهارده يبقوا عارفين ليه احنا بنحتاج نعمل النموذج ده. اولا بعمل النموذج ده او النماذج عامه بتاعه قطع نجاره الاساس، عشان الطالب يتعرف عليها ويبدا يمسكها هي قبل ما يمسك العده الاساسيه، نوع من الحمايه. ايوه. عشان انا ده يعني طلبه ذو اعاقه ذهنيه، فلازم يبقى في حرص شديد جدا في التعامل معاهم وخوف عليهم جدا، لان ممكن اي طالب يعني تصرف بسيط ممكن، لان عددنا سوري في الكلمه مؤذيه. ماشي. فانا لازم احافظ عليه، فببدا امسكه ده مره واثنين وثلاثه، عارف ده ايه وعارف اتعامل معاه، ببدا بقى امسكه ده ويبدا يعمل نماذج زي دي، حاجات بسيطه ان هو يقدر يتحكم ازاي يمسك المسمار ويمسك الشاكوش. ماشي. بعد كده بنبدا نخش على حاجه اكبر شويه، على حاجه يجمع حتتين زي دول مثلا مع بعض، ازاي هو يقدر بنفسه برضو يمسك الحته ويجمعها ويسمرها. ماشي. طب عايز اسالك، هو يعني الطالب اللي هيتخرج من هنا بالاشياء اللي احنا شايفينها دي، يعني هيشتغل ايه؟ مساعد نجار؟ مش هقول لحضرتك هيبقى نجار، انه ممكن يبقى مساعد نجار، مساعد كويس. الطلبه دي عندها يعني روح ابداع حلو ومخلصه في شغلها جدا، والحاجه اللي بيتعلموها بيعملوها بحب. ماشي. بس علميه ازاي يمسك ده، علميه ازاي يمسك دي، طالما اتعلم هيديكي نتيجه كويسه جدا. طيب على ذكر طالما تعلم، اكيد في بينهم فروق فرديه، بتتعامل معها ازاي؟ يعني كل طالب ليه مستوى معين انا بتعامل فيه، بس بحاول ان انا اوصل الكل لنتيجه واحده. ماشي. على قد ما بقدر. جميل. ماشي. يعني ممكن دلوقتي طب انا عايزك ورينا كده الاثنين. حاضر. على اسلام، ده طالب عندي. ماشي. هيقطع حته خشبه، فانا بعلمها له. ده مستوى. في مستوى تاني لازم اقف جنبه، لازم اساعده، لازم امسك ايده انا عشان جرب مره واثنين وثلاثه فادي له الحاجه هيعملها. في ولد تاني زي ابنه، لا لازم امسك ايده. واحد زي كريم برضه محتاج مساعده شويه. فهي دي الفروق الفرديه اللي بيننا، انما هما النتيجه في الاخر هيوصلني اللي انا عايزه. كريم، هو احنا هنا فين؟ بتاخدوا حصه ايه؟ نجارة. اشرح لي بتاخدوا ايه في النجارة؟ يعني بنعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي قدامنا دي؟ عدد. ايه هي العدد خشب. يعني؟ كل حاجة. بتحب الخشب؟ بتتعلم ايه فيه؟ ندق نجمع اي حاجة الكلام ده. انت نفسك تطلع مساعد نجار؟ ان شاء الله. هتعمل ايه لما تبقى مع نجار كبير؟
اشتغل معايا تحت ايده. انت بتحب تعمل بالمسامير ولا بالغيره مثلا؟ غيره ومسامير الاثنين بجد. طيب اروح لابنوب كده. ابنوب ازيك؟ الحمد لله. احنا موجودين هنا فين؟ فرشة النجارة. برافو عليك. ورشة النجارة دي بنتعلم فيها ايه؟ بندق خشب ومسامير بنعمل غيرة؟ بتعملوا غيرة ساعات؟ تلزقوا حتتين في بعض؟ انت عايز تشتغل ايه طيب؟ هتبقى مساعد نجار؟ هتبقى عايز تعمل مسامير اكتر ولا غيرة اكتر؟ مسامير. ازيك؟ انت اسمك ايه؟ عمر. عمر انت اللي جمعت كل الورق الناشف ده؟ اه. ايه بتجمعوا لي بقى عشان ننظفها؟ عشان ننظفها. انت بتحب حصة الزراعة؟ بتعمل فيها ايه؟ احكي لي كده. بنلم الزبالة وننظف مكانها ونشف الزبالة. برافو عليك. ايه احلى حاجة بتحبها في واحنا في الجنينة كده وفي شجر وحاجات حلوة؟ عشان ناخد ثواب. ناخد ثواب بجد؟ يعني انت مستني تاخد عليها ثواب؟ انت مش مبسوط يعني؟ انا بحب اللون الاخضر، انت بتحب ايه؟ اخضر. برضو عشان الشجر والزرع؟ برافو عليك برافو عليك. يلا يلا شيل شد البتاع وريني بتعمل بيها ايه. برافو عليك شطور جدا جدا. انت اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى بتعمل ايه؟ بعمل كوريدم في ارض. برافو عليك. انت بتحب حصة الزراعة؟ ايوه. ليه؟ انا بحب الزراعة موت. الزراعة موت عشان بتلعب يا مصطفى؟ لا بعرفش. امال بتعمل ايه؟ بسقيها ميه ودول نوم. بتسقيها ميه؟ طب والحاجات الصغيرة دي بنعمل فيها ايه؟ بتشيلها؟ بنشيلها. ليه؟ عشان التربة تبقى حلوة كده؟ اه. بجد؟ بجد. انت مبسوط؟ اه مبسوط. عشان ايه؟ عشان في حصة الزراعة؟ اه حصة الزراعة. برافو عليك شطور. عايزة اقول لكل المصريين اللي بيشوفوني واللي بيتابعوني، ارجوكم ما تتعاملوش مع الحكاية ان انتوا بتتفرجوا من بره، لان وانا بحاول القط كلمة من كل يعني شاب منهم، المسألة تحتاج وراها شغل كتير، وفي اللي بعديها كمان في شغل كتير، لان الامور ما بتنتهيش بالصورة اللي قدامكم دي. علشان كده انا مصرة ان انا افضل احاول، وانا متأكدة واثقة منكم كلكم ان طول الوقت ثقتي فيكوا انتوا، لان البلد دي عشان تقف على رجليها بينا كلنا مش هينفع، والناس دي ممكن في اي لحظة يبقى ابن اي حد مننا كلنا او بنت اي حد مننا كلنا. طيب خلوني اشوف الشباب. ازيكم يا شباب؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور عليكم. تعالوا 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 تعالوا. طيب عايزة اقول لكم انت ايهاب؟ اسمك ايهاب؟ انا ايهاب الشاطر كمال الدين زاد كلمتك. ايهاب انت في حصه ايه دلوقتي؟ في حصه الزراعه؟ اه حصه الزراعه. اه بتعمل ايه في حصه الزراعه؟ بنزرع مثلا تفاح موز مثلا نمل مثلا دوايه كده يعني زي خمسه كده بنزرعها تفاح موز ليمونه خضره كده. بجد؟ اه. برافو عليك. يعني ساعات ساعات تبقى دوافه. انت نفسك لما تطلع من المدرسه تشتغل ايه طيب؟ أنا نفسي لما أطلع من المدرسة أشتغل مثلا ورشة نجارة سباكة مثلا. أنت بتعرف السباكة كمان؟ برافو عليك. أنتوا بتاخدوها في المدرسة؟ لا كنا بناخدها في المدرسة. برافو عليك. وأنت اسمك إيه؟ عبدو. عبدو أنت شكلك جميل قوي، أنت عارف؟ مين اللي بيقول لك إن أنت حلو؟ أنا. لا والنبي. أنت بتتعلم إيه في المدرسة؟ الزراعة. ماشي الزراعة بس. الزراعة بس أكتر حاجة بتحبها؟ ليه؟ عايز تشتغل ايه لما تطلع من المدرسه؟ زراعه. هتشتغل في مشتل؟ بتحب الزراعه؟ بتقعد تفكر في ايه كده وانت وسط الشجر؟ حاول. ايه اللي يجي في بالك كده؟ بتقول ايه؟ الشجر شكله حلو، الارض حلوه، ايه اللي انت بتحبه في الزراعه؟ والله حلو. بتحبها كلها؟ طيب وانت؟ عبد الله. عبد الله؟ اه. وانت كمان يا عبد الله في حصه الزراعه بتعمل ايه؟ بس التفاح والموز والمانجا. برافو. والعنب والخوخ. انت بتحب قوي تقعد تشوف الزرع والتراب واحنا ازاي بنسقيه وكده؟
وبس الزرع. برافو عليك يا عبد الله. عبد الله انت عندك اخوات؟ مين؟ بوسي وتوت. بنوتين شاطرين؟ بيحبوك؟ بيعملوا لك ايه؟ بيعملوا لي الفطار والشاي وظبطوني. بيظبطوك. شطور شطور. يلا يا شباب ان شاء الله هشوفك انت هتشتغل في السباكه. انت بتقول بتحب السباكه وانت عايز تشتغل في الزراعه ومش عارفه انت لسه ما قررتش قوي بس شكلك عايز زراعه صح؟ يلا باي باي. باي باي. برافو عليك، حلو جدا جدا. انت واخد ميدالية في ايه دي؟ كنت بتلعب ايه؟ برافو عليك شاطر. برافو. زيك انت اسمك ايه؟ اسمي احمد علي. احمد بتعمل ايه؟ بعمل كوفية. كوفية. برافو عليك. الكوفية بتاعتك لونها حلو قوي. الكوفية بتاعتي لونها حلو قوي. عجبتك؟ عجبتني. لونها ايه؟ اللون ده ايه؟ احمر. برافو عليك احمد، انت شطور. يلا اشتغل. انت بتحضر الخيط. شاطر. برافو عليك. يلا بسرعه. ازيك؟ انت اسمك ايه؟ اسراء. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. انت درستي لحد سنه كام؟ لحدي تانية أولى. قلت أولى وفي تانية. خدتي تالتة إعدادي؟ لا أولى وتانية بس. أولى وتانية بس؟ وجيتي هنا المدرسة؟ ليه؟ عشان أتعلم كروشيه وخيط وخلصت. وخدتي سنة أولى وتانية في مدرسة إيه يا إسراء؟ ست. لا أولى وتانية. لا أولى وتانية وتالتة في إعدادي. مدرسة السلام. مدرسة السلام؟ يعني انت بتيجي من السلام لهنا؟ برافو عليكي. ومبسوطه هنا اكتر؟ ايوه. مبسوطه بالكروشيه؟ كروشيه. برافو عليكي، حلوه قوي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كوفيه. جميله الكوفيه دي، جميله قوي. عايزه تشتغلي ايه لما تكبري؟ ان شاء الله. هتشتغلي ايه؟ شغل مصنع نسيج. نسيج. شطوره شطوره. وانت عايز ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتكتب؟ انا بكتب. امين. شطور شطور. برافو عليك. انا اكتب. طيب يلا اكتب. ممكن اخدها؟ بتاعتك انت. طيب اسمعني، اكتب اسمك تحتيها. انتوا عارفين ده كتبها فعلا؟ كتب ابله اماني عسوله وسكره. يا خرابي. برافو عليك شكرا. لا إعاقة مع الإرادة، إيه معنى العبارة اللي أنا بشوفها هنا على جوانب المجمع والمدرسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا الولاد اللي هنا ما بسموهمش تلاميذ إعاقة، إنما بسميهم متحدي الإعاقة، لأني طبعاً الإنسان ممكن يكون نسبة العقلية بتاعته أو الذكاء قليلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضها بحاجات تانية كتير جداً. عوضه رياضياً، عوضه في حاجة أنشطة خاصة بيه، مهارات خاصة بيه. بيبدأ حتة نسبة الذكاء القليلة دي بيبدأ يعوضها في حاجات تانية. بدورنا إحنا كمدرية وكوزارة وكمدرسة نبدأ نطلع الاكتشافات دي من الأولاد ونبدأ ننميها عن طريق المتخصصين بتوعنا في مدارس التربية الخاصة. طيب أستاذ سامية، يعني في خريطة الإعاقة في مصر التربية الفكرية تحديداً تحسي شوية إنها مش واخدة حقها، مش متشافة كويس.
ممكن تعرفيني التربية الفكرية دي بتشمل إعاقات شكلها إيه؟ هي الإعاقة الذهنية اللي احنا فيها دي بيبقى معانا تلاميذ داون ومعانا تلاميذ توحد وبيبقى معانا صعوبات تعلم وبيبقى معانا بطيء التعلم. دي كلها خاصة بالتربية الفكرية لوحدها. طيب خليني برضو أسأل حضرتك، أعتقد أن في يعني في الأمور الحديثة أو في الاكتشافات الحديثة في التصنيف في حاجات كتير بتطلع بره، ده ما بيبقاش مثلا كل التوحد ضمن الإعاقة الفكرية، بدأ يخش كمان ضمن تلاميذ الدم. طيب أنا بالضبط أنا عايزك تشرحي للمصريين الحاجات دي كلها، التصنيف حتى لو احنا في مصر لسه محتاجين مجهود علشان نعمل التصنيف ده جوه مدارس التربية الفكرية. هو المدارس التربية الفكرية كلها بتقوم على الأنشطة لولادنا، فعندي لو انا عندي مثلا بطيء التعلم او صعوبات تعلم ده بيختلف تماما عن ده. صعوبات التعلم بيبقى عنده صعوبة في مواد معينة زي الرياضة رياضيات وزي اللغة العربية، لكن بطيء التعلم بيكون الولد عنده مشكلة خاصة بيه، ممكن تكون أسرة، ممكن تكون ظروف صحية بالنسبة للولد، فحتة ان هو بينمي نسبة الذكاء عنده وهو عنده ظروف صحية مالية اقتصادية او صحيا مش كويس او البيئة اللي عايش فيها ما بتساعدهوش على كده، ده بيبقى بطيء التعلم التصنيف بتاعه. لكن الصعوبات التعلم ان انا ممكن بعرف ابني ان هو عنده مادة الرياضيات بتبقى بالنسبة له مش سهل عليه ان هو يدركها او يقدر يحدد معنى جمع ومعنى طرحي ايه وكده، او اللغة العربية بالنسبة للإملاء اللي هي طريقة الإملاء بتاعته مش قادر يحدد الحروف بتاعتها ايه، مش قادر ينطق الكلمات ازاي، يعرف يقرأ، ده بيبقى صعوبات تعلم. انا لو وصلت للمشكلة بتاعت التلميذ نفسه هو ايه اقدر اصنفه ايه من دول، هبدأ اشتغل معاها على هذا الاساس. انما بالنسبة للإعاقة الذهنية نفسها عندي تلميذ التوحد ده بيبقى عايش في عالم خاص بيه، فكل تلميذ توحد او معاه سمات توحد بيبقى ليه مفتاحه الخاص. لو المدرس بتاعه عرف كويس قوي المدخل بتاعه، انا عندي ممكن سمات التوحد، ممكن التوحد بيخش في مجالات، بيبقى عنده ممكن مجال ذكاء بصري وعنده ذكاء سمعي، وفي تلاميذ عندهم ذكاء بصري وسمعي، يعني تلميذ ما ينفعش يتعلم غير لما يشوف الحاجه قدام عينيه، وتلميذ لو سمع تركيزه في السمع هيبدأ هتلاقيه نفسه بيركز في السمع أكتر عشان يوصل له المعلومة، وفي تلميذ مش هيعرف يتعامل غير صوت وصورة. طيب لازم وده يخليني أقول إمتى مصر هتعامل بتوع التوحد الأوتيزم مش تربية فكرية، لأن لما هتحطيه مع صعوبات التعلم مع الداون سندروم مع كل ده أنت بتاخدي حد عنده علم وطاقة عشان تجنبيه. أجنب، ولكن هو فعلا لو أنا بدأت أجهز وأبدأ أدرب ناس متخصصين يشتغلوا مدرسين يدوا دورات تدريبية وياخدوا شهادات فيها كويس جدا على الحالات دي ويقدروا هم يصنفوها بعد كده، هيبقى سهل جدا ان انا ممكن اعمل مدارس خاصة بيهم. ليه؟ لان لما انا بعمل مدارس خاصة بيهم انا عارفة الحالات كلها اللي عندي، يا اما سمات توحد يا اما توحد، يبقى هجهز لهم المكان الخاص بيهم على اساس انها بعد كده هتعامل معاهم عن طريق المتخصصين لهذه السمات او هذه الصفات. طيب برضو من السمات والصفات بحسب المنشور، يعني انا مش متخصصه، المفروض ان في اماكن يمكن دمجهم وسط الطلاب الاسوياء، يعني أيوة في المدارس العاديه دلوقتي. ايوه فعلا، ان دلوقتي بيجي عن طريق المديريه والوزاره عندنا في مركز الدمج التعليمي بيبقى مكونه من لجنه، بتبقى في لجنه في الوزاره خاصه بموافقات الدمج دي، بعد ما نسبه الذكاء بتطلع للولد المفروض ان في التامين الصحي بيكتب في حاجه اسمها تقرير طبي. فالمفروض بقى يا ريت اللي يحصل ان الطبيب لما يجي يطلع نسبه الذكاء بتاعه الولد هو ادرى بالحاله اللي قصاده اذا كانت سمات توحد ولا توحد او شديد التوحد. لما يجي يكتب التقرير من تحت بالنسبه لنسبه الذكاء ان هو صنفوا على هذا الاعتبار ايه، ولما بيخش بعد كده على مركز الدمج في الوزاره عشان ياخد دمج هيبدا يتصنف ان الولد ده هيتعامل بطريقه معينه،
فنبدا نشتغل عليه ان احنا لما حتى يتحط في الفصل ان المفروض في عندنا غرفه مصادر، غرف مصادر في المدارس. لما هينزل المدارس العاديه وهتخش هيخش عن طريق غرف المصادر هيبدا يشتغل على هذا الوضع. هو معاه تقرير طبي يتعامل معاه ازاي. جميل جدا اللي انا بسمعه من حضرتك. طيب هل احنا 2018 ده عامل اعاقه في مصر؟ جميل. واحنا عندنا رئيس بيقول انه معني بكل المصريين. أنا عايزة نقول له توصية حقيقية، لأن حضرتك عارفة أن نسب التوحد الثلاثة سمات توحد توحد شديد كتيرة وتايهة وسط ولادنا وسط كانوا تربية إعاقة ذهنية أو دمك. طيب إحنا عايزين نقول كلام محدد ندخل بيه أجندة عام 2018. إيه اللي المدارس الفكرية محتاجاه؟ إزاي نبص للتوحد زي ما الخليج، مش هقول أوروبا، بص للتوحد علشان نقول توصيات حقيقية؟ هو التوصيات الحقيقية سواء للتربية الفكرية كلها، كل المدارس المفروض إحنا المفروض بيشتغلوا مع الأولاد لازم يكونوا متخصصين تربية خاصة، لازم يكونوا دارسين الحتة دي كويس جدا، ولازم تكون المدارس مجهزة ليهم، لأن إحنا في عندنا برضو تجهيزات، في بعض التجهيزات مش مظبوطة. أولا التربية، بتكلم على التربية الفكرية كلها شاملة على إن هم بيتعلموا أنشطة. فالأنشطة الحمد لله الوزارة اهتمت جدا جدا بقالها من السنة اللي فاتت، مهتمية قوي قوي بالأنشطة الخاصة بالتربية الخاصة، سواء أنشطة رياضية أو أنشطة ثقافية في أو مسرحية. بدأت الاهتمام عن طريق طبعا الدكتورة هالة عبد السلام وعن دكتور أحمد آدم والتكاتف اللي حاصل، فبدأ الحمد لله أولادنا في الفكر يظهروا. والحمد لله احنا دخلنا مسابقات، مسابقات وطلعنا على مستوى الجمهورية الأول في كرة القدم الخماسية، وطلعنا على المستوى الثالث في كرة التنس ودلوقتي بنجهز كرة قدم بنات اللي احنا هنطلع بيها ان شاء الله على برضو على مستوى الجمهورية بأمر اللي احنا بنجهز فيها. فدي عايزين يبقى فيه اوض خاصة بالتربية الرياضية، خاصة ليها الأدوات بتاعتها اللي نقدر نشتغل مع الولاد دول. وكمان الورش المهنية، لأن احنا بنقول ان الولد بيعتمد اعتماد كلي على المهنة وعلى الأنشطة، فبرضو في بعض الورش المهنية أنا أسفة المكان بتاعها عتيق طبعا، قديم جدا، والمنهج بتاعها قديم جدا، المناهج نفسها. فياريت يكون في تطور للمنهج المهني، ويكون في تطور كمان في الأنشطة في الأجهزة الرياضية، لأن في أجهزة مدارس حضرتك تخشي هتلاقي في أجهزة مكسرة وكده، حتى لما بنيجي نعملها تكهين عشان ننزل أجهزة غيرها، يا إما أقول لك ما ينفعش تكهين، يا إما في الأجهزة نفسها. طيب إن شاء الله لما يبقى في هنقدر ننزل للولاد. فطبعا ده بينقصنا بالنسبة لأولادنا. لما نيجي نتكلم على التوحد بالثلاث صفات اللي حضرتك بتتكلمي عليهم، لازم أولا يبقى في دراسة كويسة جدا على الصفات بتاعة الولاد دول، ونبدأ نأهل متخصصين لكيفية التعامل معهم. وبعد كده بعد ما ببدأ أأهل مدرسين ليهم عن طريق الصفات بتاعتهم، أبدأ أجهز المكان اللي يقدروا يتعاملوا بيه معاه. هو مطلوب إن احنا نقول أسماء نجوم كبار هم من اللي يصنفوا كتوحد؟ أيوة. يعني لعيب الكرة الكبير جدا ميسي، قولي للرئيس وقولي للمصريين علشان المصريين فاكرين إن دول يعني ده بيطلع منهم نبغات ما شاء الله عليهم، الولاد اللي هم توحد او سمات التوحد دول بيطلع منهم نبغات كتيره جدا جدا، ممكن ما لقاهاش مع التلميذ السوي خالص، بس مع الرعايه. لو انا عرفت الولد ده هو نسبه الحته اللي ناقصه فين، وبدات افتحها وادخل لجواها وابدا اخرجه من العالم اللي جواه حبه حبه للدنيا، هطلع كل اللي ان شاء الله اللي جواه من نبغات ومن حاجات مصنفه كتير قوي، يبدا ما شاء الله يكون افضل من التلميذ العادي. طب عايزه اسالك سؤال وجاوبيني فيه بصراحه قدر المستطاع. فكره ان مدارس التربيه الفكريه مدارس مشتركه، ايوه، ودول سمات خاصه يعني. أيوة. انا عندي يعني ملاحظه ان
لازم القائمين كلهم بيبقوا فاهمين ان الناس دي عندها مشاعر وبتنضج زي اي انسان سوي، يعني طاقته الحسية بتكتمل، طاقته العاطفية في احتياج و و و. انا عايزاكي بس تقوليلي بلغة علمية محترمة علشان ده عامل اعاقة 2018 يا فندم. هو بالنسبة لأولادنا حتة ان هو بيوصلوا سن المراهقة بمعنى أصح وبيبقى ليهم متطلبات خاصة. أنا دلوقتي مدرس التربية الرياضية المفروض، والمدرسين المدرسين الموجودين في المدرسة فاهمين الحتة دي جدا عند الولد، فبنبدأ نتلاشاها عن طريق ان احنا بنخرج الطاقة اللي جواه عن طريق زي ما حضرتك شفتي دلوقتي الطابور. لازم الصبحية أول ما بيخش بنخليهم يعملوا تمارين كتيرة جدا جدا عشان تبدأ تطلع الطاقة اللي جواهم، ويبدأ التلميذ ينتبه ويبقى نشيط للحاجات اللي هيبدأ يشتغل فيها. مجرد ما بنلاقي حد من الولاد احنا بنعرف طبعا الحالة بتتغير بتتغير بتاعته وهو احنا في الفصل بدأ يتغير، بنزل على طول الولد او للبنت المتخصصين يبداوا يدخلوه على حجر التربيه الرياضيه، يشغلوه على عجل أجهزة. على اجهزه ممكن ناخده نلف بيه في الحوش. كل ده احنا بنطلع الطاقات دي بحيث ان الولد ما يحسش بالجزئيه دي عشان ما يبقاش عاملين له مشكله نفسيه صعبه. طيب يعني عندي سؤال اخير، هو احنا نقدر نقول نسبه الاعاقه في مصر قد ايه من عدد السكان؟ مش بس يعني مش مهم، مش هدخل في الانواع، بس بشكل عام عندنا تقريبا نسبه قد ايه؟ 5% ل 6% تقريبا من السكان، في حدود 5 ل 6%. ونقدر طيب جوه ال 6% دي نقول الاعاقه الذهنيه او العقليه قد ايه؟ يعني تقريبا هو الإعاقة الذهنية عندي بتبقى عددها كبير شوية عن بقية الإعاقات، يعني ممكن في حدود 2.5-3%. بشكرك جدا جدا. العافية. أنا عايزة إن ابني يعني يخرج من هنا يلاقي له شغل. انا ابني ما شاء الله يعني مخه شغال ومش شغال يعني أيوة ممكن تبقى مش كبيره بس يعني. بيجي منه يجي منه لما تقول على حاجه بيعملها بيعملها. بس ادي اللي انا عايزه بس ان هو يتدرب ايه هنا في الورش تريكو. وفي امل ان هو يعني يشتغل في مصنع مثلا؟ انت نفسك بس ان احنا نقدر نامن شغل بس. ايوه ده اللي انا طالباه من حضرتك. انا قعدت 11 سنه في المدرسه اللي هي في العلميه طبعا رايحه جايه وطبعا نصيحتي على قد انا مش صغيره انا كبيره في السن برضه وهنا برضه هيقعد هنا اول سنه ليه بس جاي منه يعني نازل بيشتكي يعني ما بيشتكيليش بيقول يا ماما انا عايز اجيب كذا عايز اعمل كذا يدوا له حاجات بيلونها يعني بيشتغل تمام يعني مش مخه مش واقف يعني من ساعة ما برضو ما جه هنا المدرسة التانية برضو كانت ما شاء الله يعني انت قلقانة انه يتعين فيدوا له 200 وما والمصنع اللي بتسمعيه ده الكلام اللي انا بسمعه من ولا الهم احكي لي ايه اللي انت بتسمعيه ده اللي هما بيقولوا ان هو يقولوا تعالى ياخدوا المصنع وكده بقى هياخد 1200 وبعد كده بعد كده يقولوا له ما يجيش وهيدوم كذا. انا الكلام ده سمعته انا ما شفتوش انا سمعته من ولاء الامور فانا عايزه حضرتك يعني انا برضو بقلق. طب انت بعد ما تاخدوه مثلا مصنع او تاخدوه كده او بعد كده تمشوه يعني العيل برضو نفسيته بتتعب فاهمة حضرتك. انا عايزه ابني يعني انا عايزه اضمن ان هو يخرج من هنا حد ياخده يتقي الا فيه ان هو يشغله ويبقى له مساله ان انا مش عايزه ولا انا ولا باباه يعني فاهمة حضرتك. انا وبابا مش هنعيش له احنا سننا برضو كبير لان ده اصغر حاجة عندي. طيب يعني ان شاء الله خلينا نقول المناشدة دي وربنا كريم. عايزين لهم شغل بس احنا مش عايزين اي حاجة ان الاولاد دي يبقى لهم يعني حد مورد يبقى بس كده لان التعب اللي احنا تعبناه ده كله يبقى لهم مثلا حاجة يبقى لهم حاجة يعني ياخدوهم ناس يكون عندهم رحمة يشغلوهم يعني احنا مش هنعيش لهم يا حضرتك. خليني الاول اتعرف على حضرتك. انا عايدة يوسف حسين مامة طفل هنا اسمه علي سيد عوض. بتقولي عليه طفل هو عنده كم سنة؟ هو ماشي في 21. وقلتي عليه طفل ليه؟ هو عشان يعني في المدرسة وكده لكن هو ده بيقول لي انا راجل يا ماما. طيب قولي لي الاعاقة اللي عند ابنك عشان احنا في مدرسة ليها علاقة بالمشاكل العقلية تحديدا. عايزة اعرف ايه اللي عنده وايه اللي نفسك ان المدرسة توفره افضل؟ هو طفل دولي
اللي هم بيقولوا عليه منغول، بس احنا دلوقتي بنقول داون عشان يعني اقيم شويه من قوله منغول. المدرسه هنا هم طبعا بيقول لهم هم سنتين اللي احنا بناخدهم، هو بياخد السنين الثانيه بره في مدرسه بره، فبنيجي هنا السنتين. طبعا بعد ما بيخلص السنتين بيقعد في البيت ملوش اي حاجه. اولا التامين اللي هو التامين الصحي بيتقطع، في المواصلات الكارنيه اللي معانا بتاع الاعاقه ده ما بيمشيش كتير، حتى في المترو كان الاول بيمشي دلوقتي ما بقاش يمشي في المترو. ليهم شقق، احنا نسمع ان ليهم شقق المعاقين دول، مش عارفين فين وازاي، وحتى لو في يقول لك تدفع مش عارفه كام الف طب احنا هنجيب الاولاد دي كلها منين؟ طيب وفره لنا، وفروا لي الولاد ديت بحيث ان لما يكبروا احنا مش هنعيش لهم العمر، برضه هيجي علينا وقت هنموت هم اللي يبقوا موجودين. فاحنا عايزين حاجه التامين يبقى شغال لهم على طول عمرهم، المعاش، شقه نقوي فيها، اصل ممكن بعد عمر طويل لينا احنا ام يعني صاحب البيت مثلا يمشي بتاع، فيبقى شقه ملكه ليه هو لشخص هو يبقى قاعد فيها. انا نصر سليمان علي، مامي مش طفل بقى، انسان من حقه يعيش ذو قدرات خاصه. مصطفى محمود سيد اتولد هو طفل داون، اتولد كطفل داون، لكن هو الحمد لله دلوقتي ليه قدرات خاصه. صعوبه الكلام عنده، كل حاجه على حسابنا، كل حاجه. اللي تقصد ايه بكل حاجه؟ الادويه يعني وحاجات زي كده؟ الادويه على حسابنا. طب هو ليكي تامين دلوقتي؟ تامين، بس الادويه بتاعت ابني مش موجوده في التامين، مش موفرها الدوله. لازم كنا نجيب في صيدليات معينة، لازم بنروح نحجزها كمان بالأشهر، مش بشهر ولا اتنين، ممكن بنحجزها بالأربع أشهر وتجينا. والدواء يعني العلاج نفسه مش بمية ولا بمتين، ممكن بيعدي 800، بيعدي 1000، مش نوع واحد بياخده، يمكن كذا نوع. لغاية الآن أنا ابني عنده 19 سنة لغاية الآن. التخاطب من بعد سن 8 سنين ما ياخدش تخاطب تبع التأمين بتاعهم، لا خلاص التخاطب على حسابي بعد 8 سنين. بعد 8 سنين ما خدش تخاطب. انت بتستشعري يعني انه فقدي البصر او فقدي الكلام ليهم اكتر مننا، ليهم اكتر من الاولاد دول، ليهم مؤسسات، ليهم مؤسسات بيعملوا انشطه. فين الانشطه لدول؟ فين صوتهم؟ بس انا هنا شفت ناس واخده بطولات رياضيه، بطولات رياضيه بس مش شغالين معاهم ناس معينه. طب انا مش قادره لكل شهر بالالافات. النوادي بيقولوا لك نوادي وبيدخلوكي مش عارف ايه، بس النوادي يدخلوكي ايه؟ تقعدي بالعين، مش تلعبي، مش تعملي بطولات. البطولات دول انا على حساب الناس. طيب انا كمان في حاجه بتقلقني، انه الولاد دول عندهم مشاعر ووجدان. أيوة وبينمو، وانا ببقى قلقانه جدا من محاوله استغلال الاختلاف ده. ايوه، وكمان ده يعني احنا ما بنسيبهمش، احنا ماشيين معاهم، ماشي بردك. في دكاتره نفسيه بردك بيبقوا معاهم على اساس بردك يشوفوهم. نظرات الناس، نظرات الناس وحشه جدا، مؤلمه. ليه ماشي زيك زيه؟ هو طبيعي، هو مش ناقصه حاجه، ايه هو المنظر بس بتاعه. هو مؤلم قوي نظراتكم، مؤلم نظرات الناس. ليه مؤلم لما واحد يبص له ولا واحد يتكلم؟ لا ده ما بيفهمش ايه المنظومه بردك التعليميه بالنسبه للاولاد ديت، مش كويس، مهمله جدا بردك. المدرسين باصين لهم بردك مش طبيعيين، مش اسوياء. انت قلقانه شويه على فكره انه الولاد دول بيبقوا بسطاء، لو حد ضحك معاه، لو حد أيوة لعبه. أيوة 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 ممكن يعني يحصل له حاله من حالات التحرش الجنسي او كده؟ فعلا فعلا وبتحصل، بس احنا بردك كل شويه. بس انا عن نفسي في امهات تانية ما تعرفش المعلومات دي. في لا امهات يعني ما تعرفش. يعني انت قصدك انت بتحاولي؟ انا بتكلم عن ابني كل شويه اقول له جسمك ده ملكك انت، ما حدش يطبطب عليك، ما حدش يلمسك، ما حدش كده. في امهات ما عندهاش الادراك كده، في امهات تعبانه مش قادره تجري بعيال حتى المدرسه ديت. احنا ساكنين في رود الفرج، وفي اللي في دار السلام، وفي اللي في، شوفي بقى المواصلات اللي احنا بنركبها والحاجه اللي احنا بنركبها، وشوفي المعاناه. ليه الدوله ما تخصصش يعني الورش ديت في حاجه قريبه لينا؟ بعد ما يتخرجوا هيروحوا فين يا استاذه؟ فين الشغل؟ مش عايزين حد في مصنع يكتب اسمهم ويديهم فلوس اعانه، مش عايزين احنا اعانه. انا ابني ذو كرامه، انا مش عايزه اعانه من حد، انا عايزه ابني يشتغل، عايزه انسان فرد يعني منتج، مش هامش،
انا ابني مش هامش. حاضر، انا كل اللي هعمله هوصل صوتكم.